يعني جينا اليوم هنايا تنزيل المقتضيات البيان الوطني الاخير ديال التنسيقيه الوطنيه للتربيه والخير الممرضين، اللي فيه انه يعني يتجسد اشكال نضاليه محليه يعني على امتداد التراب الوطني، يعني تنديدا يعني بالتهميش والحيف الذي يطال الجسم التمريضي. ومن بين هذا مظاهر الحيف لا زال الطلبه الممرضين يعني يزاولون تدريبهم الاستشفائيه بدون ادنى تعويض وبدون ادنى تحفيز وبدون ادنى تقدير. يعني جينا باش نقولوا انه انا الاوان باش نرفعوا جميع انواع الميز المهني والفئوي اللي كان في هذه المنظومه هذه، والطلبه الممرضين يستحقون تعويضا عن التدريب الاستشفائيه. يعني والزلزال راه اكبر مثال، راه فاش كان الزلزال تصوعوا في العزل الثاني وتصوعوا في تارودانت يعني بكل نكران الدات، وراه هذا الاصلاح فرصة باش نعوضوا هاد الطلبة الممرضين، نعوضوهم على المجهودات ديالهم وعلى يعني الخدمات اللي كيقدموها، حيت كنعرفوا انهم كيسدوا الخصاص لانه كاين خصاص مهول داخل المنظومة الصحية، وهاد الطلبة من خلال التدريب الاستشفائي ديالهم راه كيعوضوا هاد الخصاص وكيسدوا هاد الخصاص. جينا يعني السبب الثاني، جينا انه آن الأوان باش يتم الرفع من الأجر الثابت ديال الممرض الممرض المغربي وتقني الصحة المغربي، لان يعني هذا نابع من واحد الالتزام اللي عطاه رئيس الحكومه، يعني هذا التزام اخلاقي خصو يوفي به. يعني الاجر الثابت ديال الممرض يوصل 8000 درهم، يعني من خلال الرفع عبر من خلال الرفع من التعويض عن الاخطاء المهنيه، ملي كنقولوا التعويض عن الاخطاء المهنيه الممرض كيتعوض 1400 درهم وكيمشي به يعني حتى يخرج لا غوتخيت، وفي الحين كنلقاو الطبيب انه كيوصل التعويض عن الخطا المهني ديالو 6000 درهم. علاش هاد التمييز هذا وعلاش هاد الفئويه هذه؟ راه واحد الخطر اللي كاين، راه المريض راه الممرض اللي كيكون مع المريض كيكون معاه ملي كيدخل وكيكون معاه حتى كيخرجوا، يا اما يصيفطوا لامور يا اما يخرج معاه راه تعافى يخرج معاه باب السبيطار. هذا الشيء اللي كاين، انا الاول ان هذا الاصلاح فرصه سانحه وفرصه يعني مواتيه لهذه الوزاره انها تستجب المطالب ديال الممرضين والطلبه الممرضين التي عمرت طويلا للاسف الشديد في الشارع وفي الاحتجاج بدون اذان يعني صاغيه. لوبجيكتيف ديال هذا الوقفه هو انه الطلبه ديال التمريض كيتعرضوا للتهميش، وحيث انه كاينين اطور من نفس الدومين اللي هما اطور طبيه كيتخلصوا على المطالب ديالهم اللي كيدوزو ستاج كيتخلصوا، بما انه حنا كندوزو ستاج وكنضربوا تماره، كندخلوا اللي كيدوزو ستاج كنضربوا تماره وكتصبر وكتخدم وكتسد الخصاص. هذا هو المشكل، كتشد الخصاص ديال الممرضين في المستشفيات، ومع ذلك لا نتلقى اي تعويض عن هذه التدريب الاستشفائيه، وهذا ما نطالب به الوزاره، وكنطالبوا ايضا من الرفع من الاجر الثابت ديال الممرض، اي العداله الاجريه التي تناضل عليه النقابه المستقله والتنسيقيه الوطنيه للطلبه والخريجين والمزاولين الممرضين. وهذا هما المطالب ديالنا، والوزاره كدير فحال كتهمش كتحاول تهمش الدومين ديالنا، بما انه العام اللي فات زادوا الاطباء والتقنيين الاطباء حتى هما زادوهم 4000 درهم 3000 درهم 2000 درهم، بما انه الممرض زادوا 90 درهم، راه هذه مهزله في حق الممرض. كاينين مشاكل، بما انه انك ستاجير هذا مشكل، كاينين اباء وامهات كتصبر لهم، كتصبر الصداع اللي سيدو ستاج، كتصبر الممرض حتى هو خاص تعامل معاه مزيان باش 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 يعطيك لي زاكت باش تخدم باش تعلم، وكاينين حوايج اخرين انهم كتكون معرض للاخطار مهنيه تما، راه كاين تما راه ما كاينش شي حاجه زوينه تما، راه ما كاينش شي واحد كيجي الحسن الثاني باش يداوى على السكر ولا شي حاجه، راه كيكونوا الامراض اللي هما خطيرين مثلا الايباتيت الفياش، راه هادو كاملين كنتصادفوا معاهم، هذا هو مشكل بالنسبه لنا كطلبه. وهذا الشيء اللي علاش كنطالبوا بالتعويض على التدريب الاستشفائيه والعداله الاجريه